فايلر قعد مع مروان محسن وكان في كلام كتير جدا معاه. ما هو انت برضو مروان اكيد بيطلع كل اللي عنده. مروان يا مهيب بيطلع كل اللي عنده، لكن هل كل اللي عنده ده يرضي جماهير النادي الاهلي؟ لا، كل اللي عنده ده لازم كل مباراه يجيب جواه، لازم كل مباراه يهدف، لازم كل مباراه على الاقل يعمل له 2-3 اسيست يجيبوا جوان. ده اللي يرضي الكل، اللي يرضي الجمهور النادي الاهلي، اللي مروان بيطلع كل اللي عنده عشانه. انما لو مروان طلع كل اللي عنده وما جابش جوان، الجماهير مش هتنبسط منه. طيب الجماهير هتحضر المباراه، عايزين الدنيا تبقى يعني نرجع بقى. لا، جماهير النادي الاهلي بتلعب فرق، بعد اذنك، جماهير النادي الاهلي بتلعب فريق اجنبي هتلاقي حاجه فوق الروعه. والزمالك نفس القصه، والزمالك بيلعب فريق اجنبي هتلاقي حاجه فوق الروعه. المصيبه اللي بينا، الفتنه اللي بينا.